السلام عليكم إخوان والأخوات، جيناكم بعجين لينيم أو عجين السبرين رول اللي كديرهم بالدجاج والخضرة، يعني كتحشيهم. جات مرة روعة طيبة، شفتوا كيف لونها ما شاء الله. عندنا 3 أكواب من الدقيق الأبيض، كاس من النشا أو الميزينا، كاس من الزيت المائدة، عندنا ملعقة من خميرة بيكنج باودر أو خميرة الفورية، وملعقة أو نصف ملعقة أو ملعقة صغيرة من الملح، وكاس من الماء. وعندنا شوية نحتفظوا بالدقيق الأبيض باش نطلقوا العجين. هاد العجينة مر روعة روعة، الملح يعني بلا ما تحتاجوا تعملوا الورقة البسطيلة، يعني ورق اللي تتباع جاهز. هذه تيجي ناشفة وتيجي مقرمشة ويعني ممتازة، حتى في التحمير لما تكونوا تقليوها تيجي روعة، يعني بأي حشوة تحبوا حطوا فيها. هنا عندنا كاس ديال الماء دافي، كاس وشوية، يعني تعجنوا العجينة مزيان، ادلكوها يعني ترخفوها، وبعدين إذا حبيتوا تحطوا ملعقة من الزبدة عشان تدلكوا بها العجينة، انتوا اللي تحبوا كيف ما حبيتوا. لازم هدلك، يعني لازم تيجي مرخوفة جدا. إذا نقصكم مية على كاس من الماء تزيدوا يعني شوية، مش لازم تيجي خفيفة العجين عشان تساعدكم في الطلق. راح أمسح سطح العمل وبعدين راح أقعد أدلك العجين حتى تصير مرخوفة، وبعدين كما ما قلت لكم ملعقة من الزبدة عشان تدلكوا العجين آخر شيء. وتحطوها في شي بلاستيكة وتخلوها مدة ساعة لغاية ما تصير لينة، وبعدين تطلقوها زي ما راح تشوفوا معانا. يعني عجينة ممتازة تيجي تحشو بيها اللي انتو تحبوه. وحتى لو قعدت لكم يعني ملفوفة في الأكل، أو قليتوها وكانت محشية وخليتوها، ما بت يعني بتقعد كده باردة ولكن مقرمشة. أنا جربتها وطلعت معايا في رمضان، يعني ما شاء الله حلوة، حتى ما بتشربش الزيت لما تقلوها، تقعد معاكم مقرمشة وهاشة. يعني فهاد الأثناء إذا حبيتوا أنتوا تضيفوا الزبدة، لأن أنا ما ضفتش، ما حبيتش أضيف فيها الزبدة، خليتها كما هي. إذا حبيتوا تضيفوا عليها الزبدة عشان تتلكوها وتصير عندكم لينة بزيادة حطوا. والخميرة بتعطيها كده قرمشة وتخليها طرية. انا خليتها نص ساعة فقط، لكن انتو خلوها ساعة لغاية متلين معاكم. فهاد الاثناء راح اجبدها، يعني راح افتحها واعمل لها كرات واحطها، وبعدين نقعد نطلق فيها. اذا حبيتوا الورقة تجيكم كبيرة، خلوا الكرة تكون كبيرة، يعني تكون حجمها مضاعف. هنا بعد ما كملنا العدد، هنا احتفظت شوية بالدقيق عشان نحطه على سطح العمل، وبعدين بتفردوا الكويرات زي ما شفتوا وتحطوهم لغاية ما تخلصوا 5 قرص.
احنا خلصنا 5 حبات، وبعدين راح نحطه كل واحدة ندهنوها بالزيت اللي شفته معانا، ورشيناها بالنشا او الميزينة على حسب كل واحد ايش يقولها. وكل ما تزيد تحطه واحدة على واحدة لازم تدهنوها وترشوا لها الميزينة او النشا، عفوا. راح تخلصوا كل الأقراص اللي عندكم، بعدين راح تفردوا العجين. لازم يكون عندكم مقلة الصاج هذيك اللي بتكون كده مفتحة عشان تطبخوا عليها. في الأول تحموها، ولما تحطوا العجين تنقصوا لها النار عشان ما يستويوش. احنا بس نبغى يصيروا عندنا مفرودين. العجين لما نطلقوها كيف ما راح تشوفوا، لما نحطوها على النار تقعد تتفرد لحالها. راح نستمر حتى نخلص الأقراص زي ما شفتوا، ندهنوه كل واحدة على واحدة بالدقيق والزيت لغاية ما نكمل الكمية. وانتو لا تكتروا النشا عشان ما يقعدش بعدين. ترى هذه العجينة بتيجي حلوة يعني، ما شاء الله تطلع كده مقرمشة، وحتى لما تكونوا بتقلوها بتصير بتتحمر. ولا بغيتوا تسووا بيها يعني البريوات، ولا يعني البريوات المحشية، فأول ما يكونوا كده العجين بالزيت وبعدين تقلوها في الزيت وتشرب زيت. شفتوا كيف؟ وبعدين راح تدهنوا انا نسيت ما دهنت، راح ادهنها يمكن ولا نسيتها. هذه حتى اللي الحين حطيتها لازم تدهنوها بالزيت قبل ما تحطوا عليها الوش الثاني. شفت انا نسيت الزيت والميزينة. الحين ما علينا من الميزينة، بعد نكون دهناها ونحطوا عليها الطبقة الثانية. راح نكمل الكمية اللي عندنا وبعدين نقعد ونطلقه فيها. وراح تستمروا حتى تكملوا الأقراص اللي عندكم. وترجعوا تدهنوها هذيك اللي حطيتوا وتحطوا عليها النشا وترجعوا تحطوا واحدة حتى تخلصوا. وإذا حبيتوا الورق تجيكم كبيرة، تحبوا الحجم الكبير، ممكن تضاعفوا الأقراص العجين، تكبروها يعني تضاعفوا العجين وتكبروا العجين في نفس الوقت، يعني الكمية الدقيق. راح نطلقه معاكم عشان تشوفوا كيف. الفيديو طويل لكن عشان بس للاستفادة يعني، عشان تعرفوا تفهموا أكتر يعني.
لازم ترشوا سطح العمل باش ما تلصق لكمش العجين. وكل ما تطلقوا دوروا العجين عشان تجيكم قطعة واحدة. تستمروا حتى تطلقوا وتفردوا العجين مزيان، يعني تتفرد كلها من الجوانب عشان ما تجي لما تطبخوها تجيكم تخينة في الجوانب، يعني شوية رفيعة. خلوها رقيقة بس لما تستوي تقعد تتفرد لحالها عشان ما تلصق عندكم. ترى هذا العجين ما بتشربش الزيت، تنفعكم في رمضان للبريوات. الناس اللي ما تحبش العجين في مليان الزيت، يعني انا رحت حميت الصاج عشان نحطها فيه، لما احطها راح نقص شوية من النار عشان ما يستووش. احنا ما نبغاهم يستووا بس يتفردوا. تلقوا العجين كويس زي ما شفتوا، ما راح يصير عليها شيء. هنا راح اخبزها على الصاج. حطيناها وكل شوية نقلب فيها عشان احنا ما نبغاش تستوي بس تتفرد. يعني شفتوا لما نقلبوها تكون لسه نية، مش مستوية. لا تنسوها كل شوية قلبوها. شفتوا كيف لما يتخلى الحرارة تتفرد بدون ما تستوي، بس صهد النار فقط. التحتانية بتيجي صغيرة ما في مشكلة. شفتوا كيف قعدت بيضة في نفس الوقت العجين استوت، يعني بالهواء النار، وفي نفس الوقت بتطلق بتتفرد. يعني
شفتوا ما شاء الله اتفتحت يعني. الحين تقعد لها شوية بس نشيلها. لما تكون العجين في يعني دلقتوها بالزبدة بتكون لين على هذا العجين اللي أنا سويته. أنا ما بغيت فيها الزبدة، بغيتها تقعد زي ما عجنتها عادية بس. شفتوا ما شاء الله الورقة. راح نجيب منديل نظيف ونحط عليه ونحطها جوة المنديل عشان ما تصير يابسة، تقعد عندنا طرية. شوفوا هنا تفتحت لحالها ما شاء الله. شوفوا يعني هذه العجينة ممكن تسووها في أي شيء. إذا انتوا بعدين تبغوا تدهنوها عشان تحشوها وتحطوها بالفرن ولا اللي يناسبكم. ممكن تعملوا بيها حتى شاورما اللي تحبوه. انتوا حاولوا تحطوا العجين زي بعض فوق بعض عشان ما تصيرش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. هنا فردت ما شاء الله، جات مفرودة وحطيناه. بس الفيديو طويل الاستفادة بس.
شفتوا كيف ما شاء الله، هذه لما حاولت أفردها كويس عشان تيجي ورقة واحدة يعني. بس لا تزربوا عليها زي ما بعمل أنا، لازمني بسرعة خلوها لغاية ما يعني تستوي بسهد النار، بعدين راح تفرد روحها بروحها. شفتوا لا تزربوا عليها، خليوها تستوي براحتها عشان ما تتفكش معاكم زي ما عملت. ترى هذا النشا اللي بيعمل كده، لو ما كانش النشا كويس بيعمل كده، لكن ما عليكم جات حلوة يعني. شفت ايدي بتبان فيها ما شاء الله، جات رقيقة يعني. انا حبيت اسويها في البيت عشان انا ما بحبش الورقة، عجين تبع السمبوس اللي من برا تبع البيت احسن. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هذا مكان راح نضيف معكم واحدة تانية او الاخيرة اللي قعدت. وراح تشوفوها معانا محشية يعني. انا عملت فيديو نتاع الحشوة، ان شاء الله راح احط لكم بعدين تبع اللينيم او سبرين رول، الدجاج مع الخضرة. انا جربتها معاكم العجين عشان تشوفوها محشية ومقلية. شوفوا الفيديو الاخر شيء، راح تشوفوا في الاخر الفيديو كيف حشيناها وكيف قليناها وكيف طلعت معانا. احنا ما نقصنا لكم والو في الفيديو، خليناه كما هو كما صورناه، خليناه لكم عشان تشوفوا من الاول حتى الاخر. الطبقة الأولى اتحمرت عندي، وهنا بعد ما خلصناها شفتوا لما تبرد كيف أحسن من العجين اللي برا. هنا قطعناها معاكم عشان تشوفوا، شفتوا كيف بتيجي ما شاء الله حلوة. انتوا قطعوا العجين كيف ما تحبوا. حتى الواحد بيعرف وش بياكل يعني. وهذه هي عجينة سبرين رول او عجينة لينيم.
أتمنى أنكم تشوفوا الفيديو من الأول حتى الآخر عشان تشوفوا المراحل بمراحل، وفي نفس الوقت راح أحشيها معاكم وأقليها وتشوفوا كيف بتيجي. يعني ما بخلنا عليكم بشيء، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا أنا سويت حشوة سبرين رول، عبارة عن لحم مفروم، عفوا دجاج مفروم وبصل وثوم. خلطت شوية دقيق عشان أسد العجين، وانتو كبروا العجين، يعني حبيتوا تعملوهم كبار صغار كيف ما حبيتوا، وجزر وكرومب وكوسة أو قرع خضرة وفلفل أسود وملح. ما شاء الله بتعطيكم الطوع وبتطووها كيف ما تحبوا. وإذا حبيتوا يعني تضعفوا العجين انتو حرين. تحموا الزيت وتقلوها على مهلها يعني، وبتتحمر معكم وبتصير الله الله عليها. اي حشوة انتو حبيتوا تعملوها عملوها، يعني انتو حرين. هنا راح نقليوها معاكم عشان تشوفوا. ما بتفتحوش النار عشان ما يستووش يتحرقوا، يعني بتخلوهم على مهلهم يتحمروا، ياخدوا وقت في القلي. وإن شاء الله يا ربي تشوفوا الفيديو من الأول للآخر عشان تتابعوا المراحل، وحتى كيف بنحشيهم وبيتقلوا، وكيف حتى كيف نحطهم. شفتوا كيف لما بياخدوا بيستووا وياخدوا لون حلو؟ وحتى ديك الخميرة بيكنج باودر بتعطيهم قرمشة. بنحط ورق النشف، ورق الزيت، واللي تحمرت بنشيلوها. حتى لما بتقعد العجين محشية وتبرد بتبقى مقرمشة ماسكة حالها ومقرمشة، يعني حتى لو بردت وكلتوها يعني بالعافية بتقعد زي ما هي، يعني مش بتبرد، يعني بتصير لاوية زي العجين التانية، بتصير فازقة وخربت. هنا اللي اتقلت بنشيلها، شفتوا ما شاء الله لونها محمر. ترى ما بتتفتحش يعني، هذيك بس انا ما سكرتهمش لهذا اتفتحت. وما شاء الله طلعت حلوة، ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. وهذا هو سبرين رول او لينيم خضار، او طريقة العجين. ان شاء الله تشوفوا الفيديو من الاول الى الاخر،
ونصلي يا ربي تعجبكم، وشكرا للجميع، ولا تبخلوا علينا باشتراك وتبارتاجيو الفيديو، يعني تشيروا الفيديو للناس اللي تحبوهم، وشكرا. كانت هذه الوصفة عجين المورق أو عجين السبرين رول أو لينيم، كل واحد يش يقول.